بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في قناتنا. إذن هذا الفيديو إن شاء الله نديرو اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية. نبدأ إذن على بركة الله. لاحظوا هنا الوضعية الأولى، عين هشام نقطتين على العجلة الأمامية لدراجته الهوائية، الأولى في مركز العجلة والأخرى من محيط العجلة، وانطلق بدراجته على طريق مستقيم وأفقي بعدما طلب من أخته أسماء الواقفة على الرصيف مراقبة حركة النقطتين. إذن هذا هو الوثيقة الأولى. الآن أكمل الجدول التالي، وذلك بتحديد مسار حركة كل نقطة. إذن لاحظوا هذا الجدول أمامكم، مسار حركة النقطة في مركز العجلة. في مركز العجلة كيفاش راهي تشوف فيها، يعني الواقفة على الرصيف كيفاش راهي تشوف مسار حركة النقطة على مركز العجلة؟ طبعا راهي تشوف فيها في مسار مستقيم، أنا هدول على المركز، النقطة تاع المركز تاع العجلة. أسماء راهي تشوف فيها يعني مسارها راهي تشوف فيه مسار مستقيم. أما مسار حركة النقطة المحيطية للعجلة كيفاش راهي تشوف فيها أسماء؟ راهي تشوف فيها منحنية، يعني مسار حركة النقطة من محيط العجلة راهي تشوف فيها منحنية. أما الآن هشام كيف يعني يرى حركة النقطة اللي جاية في مركز العجلة؟ كيفاش راهي يشوف فيها هشام؟ راهي يشوف فيها نقطة ساكنة، يعني لا تملك مسار. هشام راه واقف على الدراجة تاعو ويشوف النقطة اللي جاية في مركز العجلة، كيفاش راهي يشوف في المسار تاعها؟ راهي يشوف فيها ساكنة ما تتحركش، راهي يشوف فيها ساكنة. أما حركة النقطة المحيطية بالعجلة راهي يشوف فيها دائرية، مسار دائري، راهي يشوف فيها الدور تمشي والدور. لاحظتوا؟ إذا أسماء راهي تشوف فيها على مسار منحني، أما هشام راه راكب فوق السيارة فوق الدراجة راهي يشوف دائرة، يعني تنطلق النقطة دور تعود تولي المركز بلاصتها تعود الدور، دونك راهي يشوف فيها بشكل دائري. جيد، أنقل لكم أتمم الجدول التالي بعبارة متحرك أو ساكن. إذن هذا هو الجدول أمامكم. إذن دراجة مع دراجة نشط بالخانة الأولى. الآن هشام بالنسبة للدراجة، هشام بالنسبة للدراجة راهو ساكن، هشام بالنسبة للدراجة يراه في حالة سكون. الطريق بالنسبة للدراجة راهي متحركة، الطريق بالنسبة للدراجة راها متحركة. أما أسماء الواقفة على الرصيف، يعني أسماء الواقفة بالنسبة للدراجة، بالنسبة للدراجة راها متحركة أيضا. قول بالنسبة للدراجة، هنا المرجع تاعنا هو الدراجة. إذا هشام بالنسبة للمرجع الدراجة راه ساكن لأنه هو فوق الدراجة. الطريق بالنسبة لمرجع الدراجة راها متحركة، وأسماء بالنسبة لمرجع الدراجة راها متحركة. الآن هشام، حنرجعوا هشام هو المرجع. إذا الدراجة بالنسبة لهشام راها ساكنة خاطر هشام راه فوقها، إذا الدراجة وهشام راهم مع بعض. الدراجة هشام بالنسبة لهشام، إذا ننشط بهذه الخانة. الطريق بالنسبة لهشام أيضا راها متحركة، الطريق بالنسبة لهشام المرجع راها متحركة، أو أسماء بالنسبة لهشام اللي هو المرجع أيضا راها متحركة. يكون هشام فوق الدراجة ويفوت على أسماء يبدأ هكا يدور في راسو، يعني لأنه يشوف وكأنها تتحرك وكأنها تتغير من مكانها. الآن الدراجة بالنسبة للمرجع الطريق، الدراجة بالنسبة للطريق راها متحرك، أيضا هشام بالنسبة للطريق أيضا راها متحرك. الطريق الآن هو مرجع، الطريق هو المرجع، إذا الطريق يفوت فوقه هشام، هشام راهو متحرك فوق الطريق. الآن بون طريق بالنسبة للطريق نديرو نشطبو عليه، أسماء بالنسبة للطريق، إذا الطريق حابسة والأسماء حابسة، إذا راها ساكنة. الطريق لا تتحرك وأسماء لا تتحرك، فهما فهي ساكنة. الآن الدراجة بالنسبة للأسماء، أسماء كي تقعد تشوف الدراجة راح تشوفها متحركة، إذا الدراجة بالنسبة للأسماء راها متحركة. هشام بالنسبة للأسماء، أيضا أسماء كي تقعد تشوف هشام راح تشوفه متحرك، إذا هشام متحرك. الطريق بالنسبة للأسماء، أسماء راهي ساكنة وراهي تشوف الطريق، راهي أيضا ساكنة.
أما أسماء بالنسبة للأسماء إذن أنشط بوليها. جيد. انقلنا قطع هشام راكبا دراجته الهوائية مسافة 600 متر خلال زمن قدره 120 ثانية ثانية سيكوند ثانية. احسب السرعة المتوسطة للدراج هشام بالمتر على الثانية. لاحظوا هنا قالونا بالمتر على الثانية، اذا المتر اللي هي المسافة لاحظوا راها بالمتر، اما الثانية اللي هو الزمن اعطونا بالثانية. في بعض الاحيان يبدلوا لكم يقول لكم بالكيلومتر على الساعة، اذا نحولوا المسافة من متر نحولوها للكيلومتر، ونحولوا التواني اللي طاهمنا 120 ثانية نحولوها للساعات. اذا هنايا ما عندنا واش نحولوا، على خاطر قالوا لنا بالمتر على الثانية. اذا نعرفوا ان السرعة اللي هي v تساوي المسافة اللي هي d على الزمن اللي هو t. السرعة يساوي المسافة على الزمن، إذا المسافة عندنا 600 والزمن عندنا 120، إذا السرعة يساوي 600 قسمة 120 يساوي إذا 5، إذا 5 متر على الثانية كما قلنا 5 متر على الثانية. هذه هي، هنا قلت لكم ما كانش تحويلات، كان يقول لكم حولوها كيلومتر في الساعة، إذا المسافة اللي راها بالمتر نحولوها الكيلومتر، والزمن اللي راه بالتواني نحولوه للساعة. لاحظوا الآن الوضعية الثانية، قال لكم لاحظ الشكل جيدا ثم أجب على الأسئلة التالية. إذا لاحظوا الشكل جيدا، السؤال هنا يقول ما هي أنواع نقل الحركة الموضحة في الشكل؟ بين العنصر واحد واثنين، هنايا حركة كيفاش نقولوا هي حركة التحشيق، كنا قلنا التحشيق هي أقراص تكون فيها أسنان، تكون فيها أسنان، إذا هنا بين واحد واثنين عندنا حركة التحشيق. بين اثنين وثلاثة، إذا اثنين وثلاثة الحركة هنايا راها بالسيور، الربط هنا راه ربط متقاطع بين اثنين وثلاثة، إذا بالسيور. بين ثلاثة وأربعة الاحتكاك، حركة الاحتكاك، وبين أربعة وخمسة أيضا نقل الحركة بالاحتكاك. جيد. السؤال الثاني قال لكم حدد جهة الدوران حسب السهم للعناصر المرقمة، إذا كل عناصر نشوفوا السهم الأول أو العنصر الأول، إذا هنا السهم هيروح ناحية اليسار، السهم راهو ناحية اليسار، إذا اثنين راح يكون مدى ناحية اليمين بهذا الشكل، اثنين راح يكون ناحية اليمين، إذا مادام اثنين راح على اليمين رقم ثلاثة راح يكون عكس اثنين، لأن هنايا الربط بالسيور بطريقة متقاطعة، إذا راح يكون عكسه، إذا كان هذا رايح اليمين فرقم ثلاثة راح يروحنا لليسار بهذا الشكل. جيد. إذا ثلاثة راه اليسار، أربعة راح يكون لليمين، راح يكون عكس طريقة الاحتكاك، أربعة راح يكون لليمين، أربعة راه لليمين، خمسة راح يكون لليسار. لاحظتوا؟ ثالثا نقلنا إذا كان العنصر رقم واحد هو القائد، كيف نسمي العنصر رقم اثنين؟ طبعا إذا كان هذا القائد، اثنين هو المقتاد، القائد يعني المحرك، اثنين هو المتحرك، القائد هو اللي يتحكم في رقم اثنين، يعني رقم اثنين هو المقتاد. رابعا علما أن العنصر اثنين يدور بسرعة 80 دورة في الدقيقة، استنتج سرعة دوران العنصر واحد. إذا هنا إذا كان سرعة رقم اثنين راها 80 دورة في الدقيقة، رقم واحد راح يكون الضعف تاعو، الضعف تاعو يعني راح يكون 160 دورة في الدقيقة. علاش قلنا العنصر رقم واحد يدور يعني ضعف العنصر رقم اثنين؟ لاحظوا هنا لأن عنصر رقم واحد محيطه أصغر من محيط العنصر رقم اثنين، إذا رقم اثنين راه 80 دورة في الدقيقة، رقم واحد راهو الضعف 160 دورة في الدقيقة.
في الاختبار يطرح لكم سؤال، يقول لكم ما هو، من يعطيكم قرصين ويقول لكم من هو الأسرع، من هو العنصر الأسرع، من هو العنصر الأسرع. دائما تعطوا العنصر اللي محيطه صغير. يقول لكم التعليل، اكتبوا لي أن محيطه أصغر، يعني كل ما كان المحيط أصغر كل ما كان أسرع. جيد، الآن نقلنا أكمل. إذا عندنا ماكينة الخياطة، وسيلة نقل الحركة، وسيلة نقل الحركة في ماكينة الخياطة كيف تكون؟ إذا تكون بالسيور، أما الدراجة الهوائية فتكون بالسلاسل. جيد، إذا أنا يستقدم اثنان إيجابيات واثنان سلبيات لنقل الحركة بالتحشيق. إذا من بين المحاسن تاع نقل الحركة بالتحشيق، لا يوجد انزلاق، إذا عدم وجود الانزلاق، وأيضا سهلة الصيانة. أما المساوئ، طبعا من أكبر مساوئ التحشيق أو نقل الحركة بالتحشيق والضجيج، وأيضا الأسنان تنكسر وتتداخل فيما بعدها. وهناك طبعا محاسن أخرى وسلبيات أخرى، يمكن فقط التلاميذ الأعزاء أن تحفظوها وتكتبوها. الآن وضعية إدماجية. رافقت تسنيم أباها بسيارته في رحلة على طريق مستقيم، وقامت بتسجيل سرعة السيارة منذ الانطلاق حتى تستقر حركة السيارة. وأثناء الطريق صادفتهم زحمة مرورية، فتوقف الأب مدة زمنية، وعند العودة إلى البيت رسمت تسنيم مخطط الموضح في الوثيقة هذه أمامكم، والذي يمثل تغيرات السرعة بدلالة الزمن. إذا دائما الزمن نكتب في محور فواصل، والسرعة في محور التراتيب. جيد، أن الزمن طهنا، لازم تدرسوا مليح المخطط تاعكم. الزمن طهنا بالدقائق مينوت، والسرعة طهنا بالكيلومتر في الساعة. جيد، إذا نعطيكم أيضا هذه الوثيقة رقم 2. الآن اعتمادا على الوثيقة 1 و2، أجب على الأسئلة التالية. أعد رسم هذا الجدول ونعود نكتب. إذا المرحلة، نبدأ نكتب المراحل تاعنا، نشوفوا في المخطط تاعنا. إذا المرحلة الأولى، إذا نكتب المراحل تاعنا. المرحلة الأولى، المجال الزمني من 0 إلى 10 دقائق. لاحظوا مليح المخطط تاعكم، من 0 إلى 10 دقائق. لاحظتوا كيف هي السرعة؟ إذا هنايا السرعة ثابتة، السرعة ثابتة، طبيعة الحركة منتظمة، السرعة ثابتة وطبيعة الحركة منتظمة. التصوير المتعاقب، روحوا الوثيقة رقم 2 وحوسوا على التصوير المتعاقب. تقوم السرعة في فيديو اللي فات تاع المراجعة قلت لكم أنه إذا شوفوا المسافة، يعني شوفوا الرسم قدامكم وشوفوا المسافة بين سيارة وسيارة، إذا كانت المسافة هي نفسها لم تتغير إذا فهي السرعة ثابتة. لاحظوا هنايا دي، لاحظوا المسافة بين السيارة هذه هي نفسها وهي نفسها. إذا التصوير المتعاقب الموافق للدي، اكتبوا دي. حتو الآن المرحلة الثانية، نحاول نرجع للمخطط. المرحلة الثانية يبدأ من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. إذا كيف هي السرعة؟ السرعة طبعا هنايا راها متناقصة، السرعة متناقصة والحركة متباطئة، إذا الحركة راهي في تباطؤ. أما التصوير المتعاقب، يعني كيف كيقولوا في متباطئ، يعني تكون المسافة بين السيارة والسيارة تكون كبيرة وتبدأ صغار. لاحظوا هنايا هاي كانت كبيرة، بدأت صغار زادت صغرت، إذا راها حركة متباطئة. إذا هنايا التصوير المتعاقب في المرحلة الثانية هو أ، هو أ. الآن في المرحلة 15 دقيقة إلى 25 دقيقة، هنا ماذا؟ السرعة راها معدومة، راها صفر، راها معدومة، والسيارة في حالة سكون. هنايا هنا كي قالوا لنا أثناء الطريق صادفتهم زحمة مرورية فتوقف الأب، توقف، إذا السرعة هنا ما كانش، راها معدومة، السيارة ساكنة راها متوقفة. جيد، إذا التصوير المتعاقب هنا هو سي، راهي حابسة السيارة سي. حطوا
الآن المرحلة الأخيرة، المرحلة الرابعة، من 25 دقيقة إلى 40 دقيقة. إذن السرعة كيفاش هنا؟ السرعة راها متزايدة والحركة متسارعة، السيارة ولات تسرع. أما التصوير المتعاقب لازم المسافة تبدأ تكبر. لاحظوا هنا كانت صغيرة، لاحظوا بي المسافة كانت صغيرة زادت كبر وزادت كبرت. إذن السرعة متسارعة، السيارة في حالة سرعة. إذن التصوير المتعاقب في آخر مرحلة هي بي. ثانيا هنا قلنا أحسب المسافة المقطوعة خلال المرحلة الأولى. إذن نروحوا للمخطط تاعنا. المرحلة الأولى يعني من 0 إلى 15، من 0 إلى 10 دقائق، يعني المرحلة السيارة في حالة السرعة تكون ثابتة، في حالة السيارة في سرعة ثابتة. إذن نحسبوا، إذن السرعة عندنا، السرعة عندنا هينا هي 80، شوفوا مليح المخطط، 80 كيلومتر في الساعة. الزمن عندنا 10 دقائق، هاوليك الزمن 10 دقائق. إذن هنا لاحظوا 80 كيلومتر في الساعة والزمن 10 دقائق، إذن ما تجيش. إذن هنا علينا أن نحول الساعات أو نحول الدقائق للساعات. عندنا 60 دقيقة، لاحظوا 60 دقيقة شعل فيها من ساعة، فيها ساعة واحدة. هنا ما عندناش 60 دقيقة، في المرحلة الأولى عندنا 10 دقائق، 10 دقائق. إذن كان فيها من ساعة، ديروا عملية ثلاثية اللي هي 10 ضرب 1 قسمة 60. إذن 10 قسمة 60 وهي 0.16 ساعة. إذن 10 دقائق هي 0.16 ساعة. الآن نروح نديرو القانون تاعنا. حنا نعرفو بلي القانون، قانون السرعة، هو V يساوي D على T. حنا قالو نحوسو على المسافة، يعني D ماذا تساوي؟ تساوي V ضرب T. قلتلكم هذا لازم تحفظوه، V ضرب T يعني المسافة يساوي السرعة ضرب الزمن. السرعة عندنا اللي هي 80، راها مبينة مليح في موضحة بشكل جيد في المخطط. نضربوها في T اللي حولناها للساعات، 10 دقائق حولناها للساعات رجعتنا 0.16 ساعة، ويساوي 12.8 كيلومتر في الساعة. 12.8 كيلومتر والسيارة ثابتة، يعني حركتها منتظمة. الآن قلنا كم دامت مدة توقف السيارة أثناء زحمة السير. إذن هاي منا من 15 إلى 25، من 15 دقيقة إلى 25 دقيقة. إذن نجيبو أكبر هنا هي 25، الزمن أكبر نقسم له 15 نسيبو شعال 10 دقائق. إذن 10 دقائق والسيارة في حالة توقف. سؤال رابع قالوا لنا كم كانت السرعة في اللحظتين T، يعني الزمن 0 دقيقة والزمن 25 دقيقة. لاحظوا لنا في الجدول، في الزمن 0، في الزمن 0 دقائق شحال كانت السرعة؟ لاحظوا كانت 80، هاي اللي هنا بدأت السيارة بدأت تنطلق من هنا. في الزمن 0 بدأت تنطلق ب 80 كيلومتر في الساعة، هذه هي الأسرع. أما في 25، هاي هنا 25، هاوليك الزمن 25، أما السرعة كانت 0 خاطر كانت متوقفة، السرعة كانت 0 في الزمن 25، سرعة السيارة كانت 0. أما في الزمن 0 سرعة السيارة كانت 80 كيلومتر في الساعة. جيد. سؤال خامس، ما هو الزمن الموافق للسرعتين V1 80 كيلومتر في الساعة و V2 120 كيلومتر في الساعة؟ إذا 80 كيلومتر في الساعة الزمن كان 0 دقيقة، 120 كيلومتر في الساعة هذه مشو، إذا الزمن كان 40 دقيقة. آخر سؤال، ما هي أقصى سرعة بلغتها السيارة؟ إذا أقصى سرعة بلغتها السيارة في هذا المخطط هي 120 كيلومتر في الساعة. جيد. إذا هذه هي تلاميذي الأعزاء، أتمنى أنني قدمت وأوفيت. خليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.